لكن هي الحاجة الغريبة إن أنا وأنا لما الكورة دي عملتها توقعت إن الناس هتبقى دايما مهتمة بكابتن حسام هو اللي جاب الجول يعني الناس يبقى الاهتمام بكابتن حسام حسن، لكني فوجئت إن أنا اللي خدت الزمن السكسي يعني ده دول الناس بتفهم كورة يعني الناس مش بس مش بيبيك اللي جاب الجول يعني لا الناس بتحب اللي عمل حاجة حلوة. الجملة دي كنا بنلعب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية، دخلوا منطقة الجزاء أم حازم إمام عاملها له بكعبه أم حاطط حسام حسن بالفطرة وبصفته هداف ولاعيب قدير جاب الجون اللي مصر خدت فيه أو وصلت فيه لنهائي أفريقيا. أنا ساعتها شجعت حازم مش شجعت حسام لأن الكرة جت متأشرة لحسام، إنما الفن فيها كان من حازم إمام. ورغم إن حسام هو اللي جاب الجون لكن الاهتمام كله كان بحازم. فبالتالي إحنا ما كناش متوقعين كمان صراحة إن حازم يعملها كده. هو نجم كبير صراحة يعني. كان كابتن حازم إمام راح بوشه للجون فكله توقع إن هو يلعبها يغمسها ببطن رجله في الجون. لكن كانت المفاجأة بالنسبة لنا إن هو لعبها بكعب رجله الكابتن حسام اللي كان جاي من ورا عشان يجيب الهدف. الكرة دي لولا إن هو عملها لحسام حسن، حسام حسن ما كانش هيجيبها جول. حازم كان في الوقت ده كان أحرف لعيب في مصر. فين أيامك يا حازم؟